تطلعون الحلقة لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب. هلا عبد العزيز. هلا والله. بصراحة كيف حالك؟ الحمد لله بخير. I'm good الحمد لله أحسن من أول. والحين في حياتك أحسن من أول؟ يعني شو يعني كنت مو بزين وحين استويت زين؟ تقدر تقول؟ أنا بتم ساكت ترى. أنا أتراك أنت بس تشرح. تقدر تقول يعني الحياة ups and downs وقتها. بس انت الحياة ups and downs مرتاح. هاي كلام تقدر تحطه على بوستر وتعلقه مكان. انا با عزيز مرتاح كي. مرتاح. شو يعني مرتاح؟ يعني ايش السؤال؟ مرتاح يعني احسن من اول، حياتي بسيطة. معناته حياتك كانت معقدة؟ من يعني يوم نقول معقدة في فترة زمنية معينة ولا بشكل عام حياة عبد العزيز معقدة؟ تقدر تقول خلال الثلاث سنوات اللي راحت شوي معقدة. شوي ولا وايد؟ لا شوي. اوكي، انت تجيب تعطيني كلمتين على كل سؤال. وحين عبد العزيز، زين بسألك سؤال افتراضي، لو ناخذ عندك شنطة على ظهرك وتقعد تحط فيها كل المشاعر اللي تشعر فيها في هالفترة في حياتك، وانا جيت شليت الشنطة وفتحت الشنطة، شو بلقى داخلها حاليا؟ ما في مشاكل. ما في مشاعر؟ ما في. تقول مشاعر ولا مشاكل؟ مشاعر. يعني هالشنطة تقعد تحط فيها مشاعرك، زين؟ انا جيت شليت الشنطة وفتحت الشنطة، شو ألقى؟ سعادة، راحة، طمأنينة، بس. وايد أشياء زينة. شنطة صغيرة. لا والله. أنت أحسك وايد يا ستروح تجاه البساطة، يعني ذكرت لي هالكلمة. أنت تقول حالياً مو صح. قبل. صح. لا أنا باحين. ما يهم. حالياً هذه الشنطة. بس أحس أنت وايد تستمتع بصفات ومشاعر كبساطة، قلت بعد طمأنينة، وقلت قبل ما كانت بسيطة، كانت معقدة خصوصا حق ثلاث سنين ويمكن ما كان فيه طمأنينة، وحين فيه طمأنينة، فحسك وايد هاي النعمة عندك وايد شيء مهم أقدرها. أي نعم. هي عشان جربت الطرف الثاني. إيه جربت الطرف الثاني. كنت مع ناس شنطتهم ما عندهم نفس اللي ذكرت، أنا كان العكس تماما. وهل هذا مسؤولية عبد العزيز أنه يختار من الناس اللي مفروض كان يكونون حوله، ولا عبد العزيز ما كان حتى يعرف كيف يختار؟ لا تقدر تقول عبد العزيز ما كان يعرف كيف يختار، هذا اللي كان متوفر. يا في مجالك عزيز عادي، عزيز إيه؟ احسن عبدك عزيز. عزيز في مجالك تحس الناس اللي تحوم حوالي الشهرة والفلوس والسوشيال ميديا انه جودة هالناس عموما واطية، يعني مش ناس زينة؟ مش كلهم، يعني في ناس على نياتهم، في ناس العكس تماما بيدخلون حياتك بجانب ان صداقة وصحبة، واحنا اثنين في المجال نساعد بعض، بعدين بعد فترة تحصل لك ظروف في حياتك وهالناس ما تكون موجودة، ولا حياتك تتغير، مثلا تكون انت في تقدر تقول تكون هنا فجأة تصير هنا، هذول الناس ما يبونك هنا فبيمشون. فهذا اللي كنت اواجهه خلال الفترة اللي راحت. وفي هالمواقف عزيز ما تشوف ان هي نعمة ان هالمواقف تبين لك هالناس، عشان صدق خلاص تدرك ان طلع هذا مو بصديقي؟ بالعكس. بقول لك شو قصدي،
في ناس وايد ينجرحون وكلنا انجرحنا انا وانت وايدين انجرحنا في مواقف توقعنا الناس يكونوا موجودين عشان شكليا كانوا مفروض يكونوا موجودين بس اخر شيء ما كانوا موجودين صح فاو نجلس نتحسر ونزعل ومن حقنا نزعل وننجرح عشان يمكن كنا نحب هالناس ولا نعزهم ولكن في نفس اللحظه هاي تقدر تقول شكرا الله انك بينت لي انسان انا كنت مام حتى مستوعب انه هو ما يحب لي الخير ما بيكون لي سند عموما انا واجهت النوعين اللي بيوقف معاك خلال الفترات الصعبه بس بعد فتره تكتشف ان هو والنوع الثاني نفس الشيء بس ان هذا حاول هذا قال لا انا امشي من الحين وبالعكس يعني ماني زعلان من الموضوع هذه المواقف تخليك يعني كيف اشرح لك بالعكس تقدر اللي قاعد يصير ما تزعل من الموضوع لان لو ما صار هذا الموضوع انت ما تدري يعني ما تدري وين راح يوصلون لين ما يسوون فيك الخايسة على قولتهم فبالعكس هالمواقف ما تزعل بس زعلت اكيد زعلت يعني فترة بسيطة وبعدين خلاص تكتشف ان الحمد لله راحوا ناس وجوا ناس احسن اوكي نرجع ورا طفولتك كيف كانت اعطني عمر واقول لك اعطني كل التايم لاين مالك المراحل تايم لاين تقدر تقول نبدا من الابتدائي احسن اللي انت ليش قبل كان طبيعي يعني حياه طبيعيه قبل يعني. يا طبيعي اوكي يعني ما في شيء غريبه ولا لا لا ما في شيء غريبه ولا ضرب ولا لا اوكي ابتدائي شوي كنت شوي مختلف كنت بجانب الجهه الانجليزيه اكثر فكنت مختلف عن باقي الطلاب اللي معاي في الفصل فسبب لي شويه مضايقات من الابتدائيه لين تقدر تقول اخر سنه سادس ابتدائي بعدها عزلت نفسي انا ومنها بديت السوشيال ميديا بس ما كنت اقول لاحد عن اللي قاعد اسويه فبديت تقريبا صف خامس ابتدائي اول ما اقطع لي يوتيوب بديت ادون في حياتي مثلا يصير لي كذا موقف في المدرسه افتح اللابتوب واقول كذا كذا صار لي اليوم بعدين اسمي المقطع ذكريات وقتها ما كنت دايلر ذكريات كذا كذا رقم واحد فبديت ادون حياتي ذيك الفتره سادس ابتدائي صار عندي صاحب اخيرا يعني صار عندي صاحب فعلمته تراني انا قاعد اسوي كذا كذا في السوشيال ميديا في اليوتيوب بالاصح حلو ما ادري ايش ما علينا يوم من الايام شفت الفصل قاعد يضحك علي على المقاطع اللي انا قاعد اسويها بس كيف ما قلت لحد تعرف لما كيف اشرح لك اللي صار عموما صاحبي قال عندنا يسمونه الزحيفه اللي دائما يجلسون ورا بالفصل اللي الصياع ايه قال لهم ترى عبد العزيز كذا كذا وعنده قناه يوتيوب كذا 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 عشان يصير مع الجروب هذا عشان يدخلون الجروب انه كلنا صياع فسادس ابتدائي كانت يعني ما ادري ايش اقول لك عموما اول متوسط تسمونها اول متوسط يعني اول اعدادي اول اعدادي جريد 7 اي جريد 7 اول متوسط نقلت مدرسه ثانيه هل نقلت عشان اللي صار لك في اي نعم بس ممكن تشرح لي عشان انا بقول لك نقطه وايد مهمه عبد العزيز انا ما ادور فضايح ما ادور كلام فاضي انا وايد مهم عندي ان اخذ تجربه الانسان عشان في ناس يحتاجون يسمعون ويحسون انهم مو بوحيدين مو بس هم اللي يمرون صحيح افخره صحيح
في ناس يس يمرون في مواقف وايد تعبانة، في ناس مكتئبة، في ناس حزينة، في ناس حد يموت عندهم ومش عارفين ويحسون أوكي ما حد يفهمني، ما حد فهمني أنا الوحيد. فلو أنا أقدر أبرز قصص معين ليش أسألك؟ مو عشان أبغى فضيحة، ما أبغى شيء تقولي أنا ما بتكلم فيه ما بتكلم فيه، بس لو أنا أقدر أوصل إن عبد العزيز ترى مر في الأشياء، أنت تشوفونه مثلاً عنده فلوس، عنده متابعين، بس بعد مر في أشياء طبيعية مثل كلنا. فشو اللي استوى في السادس الابتدائي؟ هل قد صعب إنك أنت لام تروح تغير مدرسة؟ كلمة واحدة تنمر. كان الموضوع واصل مثلاً تجي الفسحة أكون جالس على جنب أفطر ويتجمعون علي طلاب المدرسة وأنت كذا ومقاطع كذا وروح أبكي في المقطع كذا، وصار الموضوع أنه وصلت مرحلة نفس اللي كنا نتكلم عنه برا، نفس الموضوع، أدخل حمام سكر الباب أجلس طول الفسحة لين ما تخلص وأرجع الفصل، ما كان عندي فسحة. فنقلت مدرسة صف سابع والمتوسط، بس لما نقلت والمتوسط كان عندي شوية عدد متابعين كبير، يعني كنت أفكر أن عدد كبير، كان عندي تقريبا 70,000، فكان في ناس بالمدرسة عارفين مين أنا قبل، يعني قبل لا أقول لهم. أنت في اليوتيوب وجهك كان يبين كل الفترة؟ إيه. أوكي حتى من البداية. بس إنه محتوى إنجليزي. أوكي. ما كنت أتكلم عربي. لأن أنا خايف إذا بكرة تكلمت عربي أنت ليش تسوي كذا، أنت ليش تلبس كذا، أنت ما كنت أبغى أتعامل بهذا الشيء بعمر صغير، فكنت على الإنجليزي. نفس الموضوع يعني قلت المدرسة الجديدة. نفس المعاناة بس كنت شوي صلب أكثر، يعني مو نفس سادس ابتدائي، خلاص وصلت مرحلة إنه لو أسوي اللي أسوي ما بيسكتون. فسابع ثامن تاسع صف تاسع أتوقع لما سويت صامولي تقريبا أو عاشر ما أدري. عموما صامولي كانت نقطة تغيير كبيرة بحياتي. الأرقام صارت فوق، ومنها بديت أدخل المبلغ اللي كنت أحتاجه عشان أدخل المدرسة اللي أنا كنت أبغاها. وقتها نقلت مدرسة أسترالية في السعودية وأغلبهم أجانب، فكان أريح لي. فتقدر تقول بشيك صامولي دخلت فيه المدرسة اللي أنا كنت مرتاح لها. إذا عندي كم سؤال على هالنقطة. في المرحلة السادسة كنت تروح تجلس في الحمام عشان تتجنب التنمر وعادي عندك، ولا كنت كان يضايقك الموضوع؟ أكيد يضايقني، ليش أنقل مدرسة إذا ما وصل، يعني ما كان يضايقني. وضرب وهالأشياء فيه؟ لا ما في ضرب، لأن الضرب جدا محرم في المدرسة، يعني مستحيل. بس ما كانوا يعطون قيمة لل شو تسمونه الverbal abuse، يعني ما كان المدرسة ما كانت تقيم هذا الشيء، ما في استدعاء، ما في. فعشان كذا غيرت مدرسة. ومن الصف السابع لين الصف أظن 10 ولا 11 قلت لي، يعني أول ثانوي ثاني ثانوي كنت في مدرسة الثانية. هل كان عندك ربع أصدقاء؟ عندي ربع. هالمرة استوى عندك ربع. ليش في المدرسة الأولى أنت قلت إن ما كان عندك ربع لين حصلت واحد وهذا خون فيك بعد؟ زين فليش قبل ما كان عندك ربع؟ ما كنت أحاول. ما كنت تحاول. انطوائي. أوكي. انطوائي. ويوميت شوي يلا بسم الله بستثمر بشخص. أعطاك كف. قلت لي ما استثمر. وعقدك؟ إيه عقدني جدا. يعني قد ما بقى ربع خلاص. لا أبدا. على كيف؟ بس ليش اللي ضحك؟ قل لي. سنين بعدين، يعني يمكن قبل سنتين كان عندي حفل. أوكي. ف
فدائما يعني كل حفل أقفل 5,000-4,000 تذكرة، ناس عدد يعني عدد كبير. وعندي تذاكر ميت اند جريت اللي تقابل فيها المتابعين. أذكر ذاك اليوم بعنا 2000 تذكرة ميت اند جريت، لازم أقابل 2000 شخص، والله واقف 4 ساعات. تجيني بنت صغيرة تجي تقول لي أنا أخت هذا. قلت ها؟ تجي تقول لي أخوي كان معك في المدرسة، يقول كان صاحبك. كيف؟ يعني بعد اللي سواه يعني سبحان الله، صار عنده أخت صغيرة وجاية تحضر لي حفل. يعني ما أدري شو أقول. الدنيا لو عندها حساب فانز وفانز دايلر الدنيا غريبة عزيز. إنزين، ففي في المدرسة إحنا بنأخذها 3 مدارس. المدرسة الثانية اللي أنت استويت شوي صلب أكثر، تعودت بالإنجليزي يقولون thick skin، خلاص قدرت تتعود على هالشيء، رديت استثمرت في أصدقاء، قدرت يعني كان عندك القابلية تقول أوكي ما عليه بحاول أثق في الناس بعد مرة. إيه قدرت، لأن كانت تقدر تقول طبقة ناس غير، يعني شوي متربين صح تقدر تقول. فكان الوضع سهل يوم نقلت المدرسة ذيك. بس أكثر مكان ارتحت فيه هي المدرسة الأخيرة. هي فهني السؤال، أنا قريت ولازم أنت تصححني إذا غلط، أن أنت من عمرك 14 سنة ما أخذت ريال من أهلك، صح؟ ولا ريال. صح الكلام؟ لين يومك؟ إلى يومك هذا. غريب، عمري 14 سنة، حتى ما كان عندي أرقام مرة كبيرة في اليوتيوب، بس ما أدري إذا عادي أقول اسم الموقع. عادي ما يهمني. فايفر. أوكي. فايفر موقع تسجل فيه تسوي خدمات لأي شخص. أوكي. إذا أنت كويس في الأديتنج نقول أنا أديتر، إذا أنت كويس في الميوزك برودوسينج أنا كويس بالبرودوسينج. فأنا وقتها كنت أديتر بعمري، وعمري 14 سنة، أفتر أفكت، أدوبي بريمير، كله. فكانت تجيني طلبات على مبالغ صغيرة، 150-500 دولار، 300 دولار. فأنا وعمري 14 سنة ما عندي مسؤوليات، فكنت أحوش هذه الفلوس. جاني طلب يوم من الأيام، يعني تقدر تقول إلى يومك هذا الهايلايت of my life. جاني طلب أني أمنتج مقطع مدة نص ساعة، هو الفوتج يمكن 2-3 ساعات، بس المقطع مدة نص ساعة لتوني هوك، أشهر سكيت بورد، وأنا وقتها كنت يعني مجنون سكيت بورد. فعلى طول I accepted، ووقتها اشتغلت على مقطع السلسلة لتوني هوك اسمها بيكر 3، فا I edited the whole thing. حلو. عمري 14 سنة. عجيب. فقبل لا أدخل 16 أنا كان عندي سكن خاص فيني من الفلوس اللي قاعد أحوشها. وأهلي ما كانوا رافضين للفكرة، لأني كنت مسؤول، مسؤول على نفسي، مسؤول على البيت تقدر تقول شوي. عمري قبل لا أدخل 16 اشتريت لأبوي سيارة، سويت له كذا كذا كذا، فشاف إني مسؤول، شاف فيني المسؤولية. حلو. السؤال أبغى أفهمه، أنت في المدرسة الثانية اللي نقدر نقول الناس متربية شوي أكثر وأريح، ما عندك ربع حين وما عندك مشكلة ويا التنمر، خدت من فلوسك عشان تروح مدرسة أنت تبغى تروح لها، وأنت دفعت للمدرسة هاي، يعني تستثمر في دراسة وعمرك كم؟ وقتها يمكن 17 سنة. صغير وايد يعني. إيه. ليش تفكر ان لا انا اريد استثمر في مش مدرسة؟ على قولتنا هياط ولا اي شيء، بس المدرسه اللي كنت ابي اروح لها رسومها 5 مرات اكثر من المدرسه اللي كنت موجود فيها. بس خلاص وصلت مرحله ابي ارتاح، ولو ما بصرف على دراستي بصرف عليه شلون عمري 17 سنه؟ يعني عمري 17 سنه انا اوريدي
مرتاح واهلي مرتاحين وعمري 17 ما طلعت رخصه وشاري سياره، يعني ايش عندي مسؤوليات بعد؟ فاكيد كنت بصرف على دراستي. هو مو باكيد عزيز، انا عشان جي عابني النقطه هاي، يعني انك انت في هالعمر اللي الناس يمكن تشرد عن المدارس انت تفكر لا انا باستثمر في مدرسه احسن. لا انا شفتها كانفستمنت، لان المدرسه هذه لما تخلص 3 سنوات يعتبر عندك دبلومه، ف اي سويت از ان انفستمنت ودخلت. وعزيز علاقتك مع الوالد والوالده كيف كانت في هالفتره؟ جيده جدا جيده الى يومك هذا. اثنينتهم؟ اثنينهم يا. اوكي حلو الحمد لله. الحمد لله. انشهرت قلت لي من عمرك 16 صح؟ 15-16. اوكي وتحب الشهرة؟ السؤال هذا عميق، يمكن الناس تحس بانه عادي بس عميق. في اشياء احبها وفي اشياء لا. ايش هي؟ حب الناس نعمة. وأكيد يعني كالسلبيات النيجاتيفيتي، الناس اللي يجونك بحقد وكراهية. وقتها عمري 17 سنة كانت تجيني مضايقات، مثلا كنت أسوق في الشارع الناس تلاحظني، 3-4 سيارات قد تكلمت عنها قبل، 3-4 سيارات تكون تلاحق سيارتي عادي يكون آخر الليل. ف كواحد عمره 17 سنة كان رعب. فيا تحس تعرف مرات عزيز يوم نشوف قصص مشاهير في أمريكا وحوالين عالم اللي يسمونهم child celebrity اللي هو نجم بس من طفولته يمكن من إعلانات ولا مسلسلات وشي، تحس أنت كعبد العزيز مريت في الشهرة من سن مبكر جدا، يعني لين الحين تي مو بقايل بسم الله على الحياة والشهرة جتك. يا عشتها تحس هالتجربة؟ أحس يا، لأني تقدر تقول بداية الشهرة عمري 16 سنة. ما كان في guidance، أكيد في guidance من أهلي، بس من ناحية لما يجيني أحد يقول لي كذا إيش أرد عليه، أو فكنت دائما أجيب العيد، أجيب العيد كثير أتوقع تعرف. فأنا صغير ما كانوا يقدرون موضوع أنه صغير ويغلط، لا كنت أتحاسب لأن وراي a huge following، الناس بعمر صغير يعني كثير يتابعوني وناس عمرهم صغير. فالغلطة وأنا عمري 17 سنة كانت عن 10 غلطات، أنه أنت لا أنت لازم تركز وتشوف إيش قاعد تسوي لأن عيالنا يتابعونك. كانوا دائما يحملوني مسؤولية لا عيالنا يتابعونك عيالنا يتابعونك، فكان صعب جدا صعب. تحس الشهرة في السن المبكر تعقد الإنسان؟ على حسب كيف يأخذها، إذا في باوندريز ما بتعقد الإنسان. يعني كمثال قبل يوم كنت أقول لك، يعني أنا كنت بفترة ما كنت مرتاح فيها، كانوا اللي حولي دائما ناس معاي في المجال، فأنا عشت البرسونا اللي حاطها أنا في السوشيال ميديا، نسيت مين عبد العزيز، أنا مجرد دايلر. فهالفترة أنا مصاحب ناس عاديين جدا، يعني they're not the richest، مش أغنى ناس ومش أشهر ناس، وبعضهم got nothing going on in his life، ما عنده ولا شيء قاعد يسويه في حياته، بس they're pure نظيفين. فعشان كذا أنا مرتاح نفسيا حاليا. يعني لو أقدر أخذ الشهرة، لو نأخذها كشيء نقدر، يعني خلنا نأخذها مثل شيء قطعة وأعطيك إياها، في أي عمر تبغى تستلمها؟ صراحة ما أدري، لأن البوزيشن اللي أنا فيه في حياتي مرتاح، فيمكن لو أخذتها بعمر يعني شوي متأخر، يعني لو نقول 25 أو 26، أتوقع أنا لسه بواجه نفس الصعوبات اللي واجهتها وأنا صغير، يعني هي مراحل.
فالحمد لله انا عدت ووصلت مرحله مرتاح فيها. ما تدري يمكن في المستقبل يعني تجيني بعض الصعوبات، بس خلاص وصلت مرحله اعرف اتعامل مع كل شيء. بس قصدي هل عبد العزيز اللي عمره 20 سنه لو اليوم حصل الشهره بيعرف يتعامل وياها افضل عن عبد العزيز 16 سنه؟ يمكن تقدر تقول. اوكي. في انا ما شايف الا اظن اغنيتين، هاي اغنيتين شفتهم امبارحه. في اغنيه جديده وايد كنت تذكر فيها الوالد والوالده، ليش؟ اغنيه ماما كتبتها وانا كنت بفتره جدا صعبه في حياتي، وكنت بعيد عن امي وابوي، غير اني بعيد فعليا، بعيد كنت مخبي عنهم حاجه قاعد تصير في حياتي. فهذه الاغنيه كانت رساله لامي وابوي، زي اللي اتكلم فيها عن اللي بخاطري ودي اقوله بس ما اقدر اقوله. ف يا سمعوا الاغنيه شو قالوا لك؟ دموع دموع. يا دموع منهم ولا منك؟ الطرفين. ليش؟ لان اللي كنت كاتبه في الاغنيه مش مجرد كلام، هو واقع، هو واقع عشته وعاشوه، وكانوا فتره جدا طويله عندهم استفهام فوق راسهم، في استفهام. فبعد الفتره الطويله طلعت وشرحت الموضوع كله ونزلت في الاغنيه. كتوم وايد شكلك، ها؟ تعرف حتى في الأغنية تكلمت عن وايد ناس، يعني الناس اللي يمكن ما أعرف لو استعمل كلمة غدروا فيه كلها، يعني ضايقوك إنه ما كانوا حسب التوقعات. فهل الحين اليوم أنت هل تثق في الناس؟ مو نفس أول. الحين صرت أتعمق في الشخص قبل لا أعطيه الفول تراست، لأن أنا سويت أشياء كثير لهذول الناس، يعني سويت أشياء كثير ويمكن قلت كلام أنا ما كنت أقصده، لأني قاعد أحاول أحمي هذول الناس، لأن أنا كنت متوقع أن يسوون نفس الشيء وما كان هذا الموضوع. شو أكثر شيء ضايق في الناس؟ أكثر شيء ضايق في الناس ولا في الناس؟ لا، شو أكثر شيء ضايق أنت في الناس؟ شيء ما تحبه أبداً في الناس، يعني صفة معينة. شيء ما أحبه في الناس يمكن اللي يلصق، يعني أنا إنسان أحب وقتي لنفسي، يعني عادي أجلس 3-4 أيام لحالي في البيت مرتاح. ففي بعض الشخصيات لا، إلا غصب تطلع معنا اليوم، إلا أنا ما أحب. فمثلا كمثال أعطيك مثال، واحد مدير أعمالي، عندي أنا عدة مدراء أعمال بس واحد منهم يتمرن معي، فمثلا يكون معي في النادي يقول لي بدام انك انت الحين برا البيت ايش رايك نروح، لانك ما راح تطلع من البيت مره ثانيه. فما احب اللي يلصق، الا غصب اطلع، ما انا وحداني. اوكي. قلت بعد انا احلل الاغنيه عشان شيء جديد، فاكيد في وايد رسائل، يعني اظن في الاغنيه قلت انك تبى تتزوج وتبى يكون عندك عيال، صح؟ قلت ولا انا بس سمعت شيء؟ قلت. وقصدك هالشيء؟ انا اوريدي خاطب. بالبركه، الله يبارك فيك. زين، قبل تجي مع تجي العرس؟ انا ما في وايد عرس، بس يمكن عرس قوي. زين، عرس لو في افرو بيتس و 90s R&B and hip hop. اوكي. زين، دان كمل. وسامري. وشو؟ وسامري. سامري اظن اعرف، ما اعرف وايد. اوكي اوكي.
ايش كان السؤال؟ السؤال انه انك تبغى تكون تتزوج وتجيب عيال. عيال بدري، عيال بس عشان امشي القافيه. بس زواجي حس وصلت مرحله واتس نيكست. مع ان 20 سنه انت يعني صحيح 20 سنه، بس اسال اي شخص حولي يقول لك دايلر عاش وشاف اللي ما اشياء اللي ما شافها اللي عمره 40 سنه. لو تقدر تعطي عمر لنضجك وعقلك كم عمره؟ 30. 30 اصدق هالشيء. يمكن اقول عشان الناس تقول ليش 30 وكذا كذا. يمكن اقول 30 لان كل اللي حولي اكبر مني ويشوفون مصاحبتي شيء عادي، واللي في بعض اللي اكبر مني لسه يعني زي اللي تقدر تقول يقتدي فيني، يشوف شيء فيني، فعشان كذا اقول 30. حلو. يمكن اللي فوق 30 يشوفني ها انا انترستينج، بس اللي بالعشرينات يشوفني لا مو بشرط. اي فايند يو انترستينج حبيبي. انا 40 سنه ولا ما بكون جالس وياك حبيبي. لا والله بدون مجامله يعني انا ابا اسمع منك اتعلم منك، ولو انا اقدر افيد بعد انت تشوفني ك كشو 30 عقليا. هي عشان كذا قلت لك اصدق. اوكي ما اقدر احط يمكن بالضبط الرقم، بس يوم قلت 30 صدقتك وحسيتك صريح عشان حسيتك فكرت في الجواب، مو بس قلت لي بس اي رقم شياك. الحب من اول نظره تؤمن فيها ولا لا؟ تؤمن فيه اؤمن فيه. تؤمن في الحب من اول نظره؟ ليش؟ يمكن لاني عشتها. هي اذا بس انت حبيت خطيبتك، خلينا نقول لو غلط قول لي، حبيت حبيب خطيبتك من اول نظره. حلو. بس هل نقدر نقول احنا سنروح تقنيا، هل نقدر نقول كان اعجاب تحول لحب ولا كان حب من اول لحظه؟ لا تقدر تقول اعجاب تحول لحب. حب من اول نظره شوي اتس كومبليكيتد. ما يصير تحب شخص كذا من اول نظره، لازم تعرف اكثر عنه. ليش؟ عشان يمكن في صفات ما راح تعجبك في المستقبل، فليش تضيع وقتك؟ فبعد ما تدرس الشخص كليا جو اهيد. حلو. لما يطلع تطلع الاشاره الخضراء جو اهيد. انا بقول لك هل مفهوم، شوف دائما الحب مفاهيمه بالالاف، عشان شي الافلام تبيع والمجلات تبيع، عشان ما حد عنده تقريبا نفس الجواب شو معنى الحب. كر كل حد متفق. بس الحب سبحان الله. ف بعطيك ظرف طريف صار لي. ما ادري منو كنت اكلم من اسبوع ولا اسبوعين، وانا عموما ما اسال عمري الاسئله اللي اسال الناس، هم الناس يفكروا انا مجاوب كل الاسئله. لا ما اتوقع. فهالشخص قالت لي انت شو معنى الحب بالنسبه لك؟ قلت لها انت متاكده تبيني اعطيك الجواب؟ قالت لي هي. قلت لها انا ما احب عموما اجاوب اسئلتي، بس يلا بفكر. فخلتني افكر في السؤال وفكرت، وحين تبعد فكر وياي ان الحب في وايد انواع واشكال. فقلت له انت سؤالك غامض، لازم تحددين لي اكثر. يعني حبي لاهلي غير عن حبي لشنطه، غير عن حبي لسياره، لولدي، لحيوان، لهوايه. فالحب وايد انواع. فقلت له بس لو تبين الحب مال الغرام اللي الحين انت فيه الحين، عيبني انك انت قلت لازم تاخذ وقت عشان تتعرف على الشخص. فالاعجاب يقدر يكون يتحول تلقائيا ولا تدريجيا، يمكن يكون حتى يعني يمكن يكون عندك اعجاب بس لما تكتشف الصفات الثانيه يختفي. يختلف صح. yeah. فالافضل مفهوم، وحين زدت عليه استوى ريمكس الموضوع، ان انا احب المفهوم ان الحب يبنى على الاحترام. الثقه، والشيء الثالث اللي توني ضفته هالاسبوع في الريمكس الكيمستري، الكيمياء بين الناس. صح. فالثقه ما تي في يوم. مثل ما انت قلت لي اليوم انا اخذ وقت بعد لما اثق في حد. الاحترام ما يجي من اول نظره انا احترمك، لا ما كيف احترمتني، ما تعرفني، شفني في سوبر ماركت. زين. والثالث هو بدون يعني هالاثنين حلوين، بس تقدر تحترم وتثق في حد بس ما تحبه، يعني حب غرام. بس الكيمياء بين الناس. يمكن تضيف بعد بالريمكس الولاء. الولاء. هي الولاء. هذا I like it. نزيد. ف
فتشوف في تشوف الحب كيف شيء عميق يعني تقدر تجلس تتعمق فيه، بس من اجمل الاشياء في الحياه. اوكي فتبغى تجيب عيال اوكي زين. فمفهوم الحب عندك بنتفق على هالشيء، ثقه احترام كيمياء ولا متفق؟ نوقع؟ نوقع. اوكي حلو. افتراضيا شو الصفة لو هالصفة تقدر تشوفها فوق رؤوس الناس مع مقياس وتقدر تشوفها وانت تمشي تشوف الناس وتشوف هالصفة فوق راسهم وتشوف كم، شو الصفة بتكون؟ إذا تقدر تشوف إذا الشخص إيجابي ولا نيجاتيف. سلبي ولا إيجابي؟ سلبي أو إيجابي. ليش؟ إن أنا في مرحلة في حياتي ما أبغى ناس سلبيين، فهمت؟ أنا أسحب طاقة من الناس اللي حولي، فعادي أكون مع ناس وأسمع واحد قاعد يقول اليومي زي ال زي ال تقعد تسب ترى أنا عادي. لا لا يعني قصدي انت عادي بس انا في صغار يتابعوني. اوكي قصدي انا ما اسب وايد ترى، بس مرات بقول لك احصائيه بس انا ما اشجع السب، بس بقول لك الاحصائيه اللي قريتها يقول لك الناس اللي يسبون عموما وايد صريحين اكثر عن الناس اللي ما يسبون. صح. فالمهم فالناس يومي خايس يومي كذا وش الشغل صاير نفسك هذا كله انا قاعد امتصه قاعد يدخل فيني، فارجع البيت قافل ما ابغى اكلم احد ما ابغى اسوي شيء. بس بالعكس لما اكون مع ناس ايجابيين، بس في ليفل معين للايجابيه يعني الشخص كان اهبل يستانس يعني زياده عن اللزوم هذا بعد يسبب لي السلبيه، لان انا قاعد افكر ان انا ليش ماني في هذه المرحله اللي لهالدرجه سعيد. عموما لازم يكون في شخص يكون في النص بس اكثر ايجابي، أو تقدر تشوف معدل الولاء فوق راسهم أشوف شيء كويس. هو الاثنين حلو، بس الموضوع الإيجابي أنت تقول لي يوم هذا وايد سعيد أنا بكون في مكانه، ولكن السؤال هل هو أصلا سعيد ولا يبالغ في الموضوع؟ أنا أشوف المبالغة ولا الإفراط في أي شيء. يعني مثلا أحيد في شركة من الشركات كانت في موظفة عنا أيام الفيسبوك كل يوم ذللت لنا صورته ويا زوجها كل يوم ماي هابي ماي لاف ماي هابي، والله عرفنا تحبين زوجك. بس انا دائما احب اشوف الاشياء يعني احللها، فهسه اقول لو انت صدق هالقد مرتاحه في زواجك لازم كل يوم تذكرين الدنيا، ولا انت شاكه في زواجك، ولا انت عندك احساس بالنقص في زواجك ان ياس تحاولين تعوضين بكل هالصور. فمثلا هالشخص اللي تقول 24 ساعه سعيد هل هو سعيد؟ صح. والياس يحاول يمثل انه سعيد. صح. واللي يضحك كثير يبكي كثير بعد. فانا اللي دائما مبتسم احس شيء فيه بعد مو بصاحي بلاك مبتسم 24 ساعه لو عزيز لو السوشيال ميديا لو السوشيال ميديا اليوم سكرت منو تكون؟ منو اكون؟ قبل السوشيال ميديا انا كنت اديتر، فيمكن اديتر. اوكي وتحب هالمهنه هاي؟ توب. لا يعني كمثال البرومو فيديوز اللي تنزل على السناب شات وانستغرام انه مثلا اغنيتي نازله هذا نازل انا اللي اسويها ما حد يسوي لي اياها. انا اتوقع الوحيد اللي في المجال ذاتس اندبندنت. انت عارف منو من امريكا شي يسوي توني عرفت؟ توري لينز. يا توري لينز نفس الشيء. ايه هو يسوي ادت روحه. اي لايك توري لينز هيز جود. حتى نزل أغنية على NFT أظن شيء. إيه NFT. يلا لعبت دورك الحين. يا جاب مليون دولار في أول يوم. هي أدري. مجنون. شو بعد يا صديقي؟ أول كنت شغال في سوبر ماركت. ليش سوبر ماركت عندك مهم؟ ما أدري. حتى في الفيديو اللي شفته. أنا قبل اشتغلت. آخر الفيديو قلت. قبل اشتغلت. صدق والله؟ إيه. اشتغلت في سوبر ماركت. لا مو سوبر ماركت. بس ما بقول اسم المطعم إعلان. أوكي مطعم. مطعم يا. اوكي شو قرسون؟ كاشير. كاشير. وتحبه شيء؟ حلو. صراحة حلو. بس؟ بس. ليش حلو؟ تقابل ناس جدد تتعرف عليهم. بس انت انطوائي. لا بس كشغل انا الحين جاي It's complicated. I have all day.
ما اتوقع هذول الناس بيشوفوني ثاني مره، فهذا هذا شيء يجري في راسي. يعني اول كنت اسوي مقاطع شوي جريئه ان بابليك، ولا فالناس كانت تقول لي انت ما تخاف ولا ما تستحي تسوي كذا قدام الناس؟ كان عندي فكره في راسي ان هذول بشوفهم مره واحده ما راح اشوفهم ثاني مره. ف يا تحس عزيز عقلت انت الحين؟ اوف بشكل كبير، بشكل كبير. مع ان في ناس كثير ما تحب عزيز العاقل، لا تبغى المجرم الشيطان. بس منو هو عزيز اصلا؟ هل عزيز اللي قبل ما حين خلينا نقول استويت انت الحين، خلينا نقول استويت ناضج اكثر، هذا أوكي؟ عزيز اللي شفته قبل دا يمكن هذا دايلر. دايلر شخصيته غير عن عزيز؟ ايه صدق؟ ماني مهبول بس لا ترى باي ذا أيوة. الكلام اللي تقوله الصراحة وايد من النجوم يسوونه، يسمونه بالانجليزي. انا اللي معليش اللي زعلني لما اشوف انفلونسر متعلق بالشخصية اللي هو بناها في السوشيال ميديا. يعني كثير يشوفوني بالسوشيال ميديا شكل وبعدين لما يقابلوني يقولون مختلف تماما مختلف تماما. اللي حين صدق مزعلني من الانفلونسرز يخليني ما اتابع سناباتهم، او ما اقول كلهم، انا اقول بعضهم، يتعلق بالشخصية اللي هو يبنيها وما حد يحب هذا الشيء، الناس تشوفه annoying. ف يا اللي كنت بقول بالانجليزي يسمونه alter ego اللي هي الشخصية الثانية. النجوم وايد مرات مثلا حتى لاعب الكوره مرات مارادونا كان غير عن دييغو، حتى اهله بيقولون لك يعني مارادونا كان سوبرمان، ما يبكي ما يحزن ما يغلط، دييغو كان انسان ويتعب ويصيح ويكتئب وكذا. ف انا سؤالي ليش ما دايلر وعزيز يكونوا نفس الشخص؟ حاليا دايلر وعزيز نفس الشخص، بس قبل كان الوضع يختلف. يعني نفس ما قلت لك في بعض الانفلونسرز يحسون عيب يورون الجانب الشخصي لحياتهم الطبيعيه في السوشيال ميديا. بالعكس اتوقع هذا المفتاح اللي خلى الناس قريبه لي، لان الناس تعرف مين انا، تعرف اهلي، تعرف، فصاروا قريبين، كاني صرت اساس من حياتهم. ف اكره لما اشوف شخص يتصنع الموضوع. بس انت كنت تصنع، عشان كذا انا قاعد اقول لك وحين غيرت. يا اتس ديفرنت الحمد لله. قبل شوي يوم كنت تبغى تعبر بجمله قلت لي لا افضل ما اسب عشان عندي جمهور اطفال. دايلر ما كان عندها الاحساس بالمسؤوليه. أيوة. ابدا لا، الحين تحس بمسؤوليه. صحيح. ليش شفت الاثر؟ ما شفت الاثر، بس صرت حاليا في المكان اللي أنا فيه في حياتي صرت أفكر بكل خطوة أسويها، أفكر إيش بقول، أفكر مين أقابل، أفكر وين أروح، صرت شوي أنتبه على نفسي أكثر. لأني كنت متفلت قبل، حين قانون يمكن صار لي 9 شهور أمشي عليه، مستحيل تجي الساعة 12 أنا مو في البيت، مع أن يعني ما عندي أحد فوق راسي يقول لي أرجع البيت ولا 12 أنا في البيت أمان لي. فيا كان في شيء عبالي كان خاطري أسألك. لونك المفضل؟ قس. أزرق؟ لا. بنفسجي. عشان شعرك؟ لا. شعري كل يوم لون. أوكي. ترى كان أحمر قبل أمس. اوكي حلو، هو بنفسه تفيد حسب المزاج يتغير. ايه اوكي، ده عصب بصراحه. دراجون بول. انزين فاي لون قلت لي؟ بنفسجي. ليش؟ 3 اسباب. ليش بنفسجي؟ اشوف فيه الراحه. اتوقع هذا السبب الرئيسي، هو السبب الوحيد. بعد فكر ليش ما بزرق؟ غامق. غامق اوكي. مريح للعين. مريح للعين. اول واحد شو كان؟ الراحه. زين فما باك تعيد. ما في غشني. مريح
ولا راحة غامض صح؟ غامق غامق أوكي ثالث واحد ما أدري لون كبرت عليه غرفتي كانت بنفسجية أوكي حيوانك المفضل القطط ثلاث أسباب راحة نظافة توفير توفير أمزح لا توفير فعليا توفير الكلب تصرف عليه أكثر من القطو أوكي أحب تضحك أكثر فتفسير الأسئلة الأسئلة اللون كيف عزيز يشوف نفسه مريح غامق فهذا لازم نفكر فيه ليش قلت غامق والسؤال والنقطة الثالثة أن تذكرك بطفولتك عشان عشت مع هاللون فيمكن الطفولة شيء وايد مهم عندك الحيوان أنت تعرف الترسير هو الشريك المثالي أي الشريك المثالي أيوة. حتى أخذت كم اختبار أونلاين أنه أوكي. الحيوان المثالي لك قاعد أجاوب سكات فالخطيبة إن شاء الله يعني مفروض تكون نظيفة تكون تجيب لك أمان وراحة نفسية وتوفر عليك وايد فلوس فعموما هذا هو التفسير يعني وأنا يعجبني هالسؤال وايد قل لي شو نقطة ضعفك نقطة ضعفي ما عندي نقطة ضعف أبد كل إنسان عنده نقطة ضعف الحين لو أنا عندي سلاح بعطيك إياه لا بس عندنا عدة نقاط ضعف لا خلي الناس ما تعرف نقطة ضعف يعني نقدر بسهولة نقول الأهل عموماً لكل إنسان الناس اللي يعزون عليها هاي نقطة طبعا. ضعف وفي ما في شيء ثاني ولا ما تبغى تقول أي شيء ثاني ما أقول لأن الناس بتعرف وبتستخدم ضدي ما نبغى شيء أكثر موقف محرج في حياتك للحين أمي منقبة أوكي فيا أتوقع كان عمري 13 سنة وأنا في السوبر ماركت فأخذت أغراض من السوبر ماركت جيت حطيتها في الكارت في العربانة ولا فجأة أشوف أمي شالت الأغراض وحطتها على جنب فأنا استغربت فرحت عند أمي مسكتها زي كذا نطيت عليها ومسكتها ليش شلتي الأغراض من مو أمي تجي الحرمة طقني بالشنطة طاح معليش حسبك أمي I cannot forget it يعني صراحة ولا أنا بنسى زين لا فعليا نطيت عليها حلو أفضل موقف في حياتك للحين أفضل موقف حياتي كنت عايش فترة جدا صعبة كنت في صندوق تقدر تقول طول هالوقت انت ما تعرف بكرة ايش فترة جدا طويلة فجأة يوم من الايام انت ما عندك خبر ولا اخوك عنده خبر ولا المسؤول عنك عنده خبر ينتهي الموضوع خلاص ارجع لحياتك الطبيعية فترة يعني كان احلى شيء في حياتي انك رجعت لحياتك الطبيعية الواحد ما يقدر اللي عنده الا لما ينسحب منه فشو تقدر انت الحين قدر حياتي قدر اللي فيها قدر اللي عندي قدر اهلي قدر كثير
أقدر التقدير. أسوأ لحظة في حياتك؟ لما حطيت في الصندوق. شو؟ لا لا ها قول لي. مو لما حطيت في الصندوق، السبب اللي حطني في الصندوق. الناس اللي سببت لي هذا الموضوع وحطني في هالمم. Yeah. لا أنا أتعرف بحترم خصوصية الموضوع، ما بنتكلم فيه. بنتكلم فيه بشكل عام. شو تعلمت عن عزيز من هالفترة الصعبة؟ هالفترة الصعبة اعتمدت على نفسي بشكل كبير، من ناحية الفاينانشل، كيف أقدر يعني أنا في مكان ما أقدر أدخل فلوس، فكيف بقدر أستثمر فلوسي خلال الفترة اللي أنا بجلس فيها، وبنفس الوقت أعتمد على نفسي. وما يعني تقدر تقول هذه كانت فترة نضوج، لأني ما كنت زي الطفل اللي يروح عند أمه وأبوه ويقول له كذا 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 ساعدني. لا، تقدر تقول ساعدت نفسي بنفسي. يمكن شكر كبير اللي كان مسؤول عني وأخوي الكبير. فتوقع ذيك الفترة خلتني خلاص أفول أدولت، مع أنه حتى ما وصلت الواحد 21 عشان أكون أدولت، بس خلاص اعتمدت على نفسي. فالحين خلاص وصلت مرحلة شفت كل شيء، شفت الزين وشفت الشين، فأي شيء بيجي من المستقبل حيا الله عادي. عزيز، كيف صحتك النفسية؟ أحسن من قبل. قبل جلست فترة وعلاج نفسي يوم خلص الموضوع، لأن لما تكون في هذا الصندوق تتعلق في ناس ويصيرون هم حياتك الجديدة، فجأة ترجع لحياتك الأولى. أنا أدري I'm not making sense، بس لازم تتعمق في اللي قاعد أقوله. أنا فاهم كمل. فترجع لحياتك الأولى وما عندك أحد، لأن اللي كان في حياتك هو اللي سبب لك هذا الشيء، ما عندك أحد. ف تنام، تقوم من النوم تحس أنك في نفس هذاك المكان. يمكن أول شهرين حتى ما تنام، يعني بالكثير 3-4 ساعات تقوم خايف. فكنت مضطر أني أروح العلاج نفسي، بس ما كملت، سحبت نفسي، لأن بديت أحس أن شخص يعلمني إيش أسوي بنفسيتي، حسيت أنه قاعد يسبب لي مرض أكثر. خوف؟ ما أدري أنا قاعد يعني هالكلام بالنسبة لي. يعني اللي يمكن في ناس قاعد يعانون من أشياء معينة، ما أقول لكم لا تشوفون طبيب نفسي ولا تشوفوا، بس أنا بالنسبة لي حسيت أنه قاعد يتعبني أكثر. بعد كل جلسة أرجع البيت مصدع، و ابدا مثلا بصور سنابه يمكن يوم يومين ما اصور شيء، لان يمكن اقول كلام واجلس بعدها نص ساعه ناظر في السنابه اقول هل انا قلته صح، ايش الناس بتفكر ايش. ف سحبت نفسي، بس حطيت نفسي مع ناس بوزيتيف، ناس ما تبي مني شيء، خلاص. فهل تحس الطبيب النفسي ما قدر يساعدك؟ ساعدني، ما اقول لك ما ساعدني، بس بنفس الوقت تعبني بموضوع ان افكر بكل خطوه قاعد اسويها. وكيف قدرت عزيز، هل نقدر نسميه مرحله اكتئاب اللي بعدها؟ يعني كنت مكتئب ولا كنت بس تعبان نفسيا ولا شو كنت؟ انا اسميها مرحله استغراب. استغراب ليش؟ لانك ما تعرف ايش قاعد يصير، انت ما كنت كذا، أنت كنت مجرد شخص عمره 18 سنة وعنده كل شيء، فجأة تنحط في كل هالضغوطات. استغرب. في
وصفته خليتني أفكر. عزيز عنده حياة وأصدقاء معينين. عزيز يروح لمكان ثاني لازم يسوي أصدقاء يدائده. أوكي. عزيز يرجع بر يعني برع ويرجع لحياته الطبيعية. بس ما يبي يكون نفس الأصدقاء عشان هذول الأصدقاء اللي ما كانوا أصدقاء. فيرجع من الصفر. فحس مرحلة صدق وايد تلخبط يعني. تلخبط. وايد. وبنفس الوقت تعرف إن لما يكون عندك أصحاب في مراحل للصحبة. في اللي جدا قريب، في اللي تعرفه من بعيد لبعيد. فأنت في هذيك المرحلة لما تكون المرحلة اللي أنا كنت فيها تبدأ تفكر ليش هذا الحين جاي يكلمني لما كنت أنا أعاني ما كلمني. فأنت تبدأ تشكك نفسك هذا إيش نيته فيك. فاستغراب. يمكن جلست 6 شهور 7 شهور واستفهام فوق راسي. كيف قدرت زين؟ انت قلت لي انا لست عشان اساعد نفسي حطيت ناس ايجابيين حولي وكل هالاشياء، وهالاشياء اللي تحس لي انا ما بحس يعني على هذول الناس كذا. ربي حطهم ناس اعرفهم من زمان بس ما كنت قريب لهم. فجاه يوم من الايام عندي سؤال. الحين نحن تكلمنا عن ناس خلينا نقول غدروا فيك ولا خونوا فيك ولا ما كانوا أصدقاء مثل ما أنت توقعتهم يكونوا أصدقاء ولا سند. هل أنت كعزيز حتى تأخذ مسؤولية في قراراتك وخطواتك وأسلوب حياتك؟ لازم أخذ مسؤولية. مو مسألة لازم ولا هل أنت مقتنع أن في جزء من كل اللي صار؟ وأنا والله ما أعرف ما أعرف لا تفاصيل حياتك ولا المشكلة بتفاصيلها، أعرف بشكل عام مثل الدنيا كلها. بس هل عزيز يحس لا انا بعد غلط وانا كنت مفروض ما اسوي هالاشياء، في جزء من انت تتحمله ولا كله على الشخص ولا الاشخاص؟ انا اقول لك الناس اللي حولي، البيئه اللي حولي. اذا هذا مو باختيار؟ اختيار الا، بس لما يكونون هذه البيئه الشيء الوحيد المتوفر تموت وحيد. لازم أدري. بس عزيز اليوم ما عنده مانع يكون وحيد، بس ما يكون يا ناس شيء. إني اخترت هذا الشيء. Yeah. فالواحد ما يتعلم إلا لما ينقرص. بعد القرصة خلاص. منو أكثر، لا قبل هالسؤال، شو أكثر شيء تحتاج اليوم في حياتك؟ أكثر شيء أحتاجه في حياتي؟ هدوء. أحب يكون في وقت لنفسي. فيمكن البيت فيه أخوي، في أصحابه، في أصحابي، في وقت من اليوم لازم بس لي لنفسي. لأن أحيانا أنا دائما أكون هادي وما يعني ما قاعد أتكلم وزوند أوت. شو تسميها بالعربي؟ يعني سرحان. تقدر سرحان زي سرحان. الناس تحسب ان فيني شيء بس انا قاعد افكر بكره ايش راح اسوي والاسبوع الجاي ايش راح اسوي، اخطط في وقت الهدوء. ليش زعلان؟ ماني بزعلان، قاعد افكر. ما ادري، غريب، شيء غريب. انا ما اشوفه غريب ابدا. يمكن هاي عبقريتك، يمكن هاي اللي تخليك انت غير. صح. وانت انسان عزيز وايد غير، شعرك، شكلك، اسلوبك، كلامك. وليش ما نحتفل بهالشيء؟ يعني ضروري ان نحن في مجتمعاتنا تعرف عزيز، انا بقول لك كم نقطه وايد تلعب في مخي. ننولد ونكبر وكل حد يقول تشوف بصمة إيدك كيف غير، كل إنسان غير، ولا أنا أنت ما عندك مثلي ولا حد عنده. شوف أنت لازم تفتخر بأنك فريد من نوعك، صح؟ نحن نكبر على هالنطاق، ولكن كنا لازم ندرس نفس الأشياء وكنا لازم نتصرف بنفس التصرف وشكليا نكون نفس الشيء. تعرف ماليش أقاطك، تفضل أنا بسمع. وأنت قاعد تقول هذا الكلام جاني ديجافو. كأني شايف هذه اللقطة قبل في حياتي. سبحان الله سبحان الله. وشو اللي تحس انه نفس الشيء؟ الحوار والجلسة وكل شيء.
عجيب. فتعال ذاك اليوم أفكر، وهل هالشيء سنعيده وبتم عيد النقطة لما إن شاء الله وايد ناس يعيدونه وكلنا نتثقف مع بعض، منو نحن عزيز كبشر نحس لنا الحق إن نحكم ولا نعيب ولا نضحك على حد عشان هو يس يعبر بلون غير عن اللون اللي نحن عايبنه، ولا شعره غير عن اللي أنا عايبني؟ منو قال لنا حق؟ يعني صح. هل نحن مستوعبين زي عزيز سبني؟ لا. ضربني؟ لا. تكلم معي قبل؟ سرق مني؟ لا. كيف يا أخي كيف؟ وجمال الدنيا باختلافها. صحيح. لو كنا لابسين نفس الشيء وكلنا شكلنا نفس الشيء وكنا نتكلم نفس الطريقة ونغني بنفس الطريقة، صح، واحد يقول لك أحب روك، واحد يقول لك أحب R&B، واحد يقول لك أحب عربي، واحد يقول لك أناشيد. بس لا، في ناس عندهم فكرة أن لو أن هذا يحب شيء ثاني، لا أنا الصح، فهمت؟ وهذه الأنا، it's ego، هي الأنا. أنت أنا قلت قبل أسبوعين في حلقة نزلناها، وقلت حق واحد أمريكي ممثل، دائما أحب أجيب التشبيه عشان أحسه بسيط، أقول له تخيل أنا أقول لك لازم تجرب فانيلا آيس كريم وايد حلو، أنت تقول لي ما أحب، أقول لك تقول لي أنا أحب شوكولات، أقول لك لازم فانيلا، أقول أنت تقول لي أنا أحب شوكولات، أقول لك قصبا عنك لازم تجرب فانيلا، تقول لي يا حبيب قلبي والله أحب أنا شوكولات، ما أحب فانيلا. فليش ما نقول إن الفانيلا حلو والشوكولات حلو؟ ترى اثنيناتهم حلوين، صح، مو غصبا عن شكلك وأزعل وأخذ الموضوع شخصي، وهني مشكلتنا، صح. ليش موضوع أخذ أنت شعرك اليوم بنفسجي؟ حتى لو عايبني ولا مو بعايبني، وأنا مالي يا أخي؟ أنت مرتاح؟ صحيح. أنت مستأنس؟ بالضبط. ف كيف وصلنا أصلاً هالنقطة؟ ما أدري. لازم بنا. إيه ذكرت السؤال. قلنا شو كان أكثر شيء تحتاجه في حياتك؟ وقلت لي الهدوء. وبعدين وصلت لين أنت روحك جالس بنفسك والناس يقولون ليش هذا غريب وأنت جالس تخطط للمستقبل. بس هاي جمالية اختلاف عزيز. صحيح. Celebrated. أوكي. أهم شخص اليوم في حياتك؟ أهلي. شخص. أمي. أمك. أوكي. أمك شو اسمها الله يحفظها؟ نوال. نوال. نوال في كلمة. أوف. نوال في كلمة. نوال صعب أوصفها بكلمة واحدة. حاول. نوال الإنسان الأم في كلمة. صعب. كلام كثير مو كلمة. أكثر كلمة تبرز لو لازم تلخص هالإنسانة الله يحفظها في كلمة. مكافحة. مكافحة. ليش؟ قصة طويلة أشوفها إنسبريشن. يعني كافحة واجد. ف let's not get personal بس yeah. أصلا مقابلة كلها personal كلها. فيا هذا اللي يبرز فيها. شو اللي تقدر تقول عنها؟ يعني يوم تقول مكافحة، هل عزيزيته من عائلة بسيطة ولا مرتاحة ولا غنية؟ هل تعبتوا؟ هل اشتغلتوا وايد عشان توصل؟ يعني شو المكافحة؟ كل اللي حصلناه في حياتنا تعبنا عشانه. فنوال اشتغلت وتعبت وشالت وحطت وسوت كثير. نفس الموضوع مع الوالد، يعني 40 سنة في المجال اللي كان يشتغل فيه، ف إيش تبي أكثر؟ في نفس المكتب في نفس 40 سنة مين يسوي هذا الشيء؟ فأتوقع هذا اللي ورثته منهم، الهاسلينج. فيا شيء إيجابي. حلو. شو اسم الوالد؟ ربيع. ربيع. ربيع في كلمة. ديكتاتور. لا والله. والله. اوكي. ايش ديكتاتور في بالعربي؟ ديكتاتور يعني؟ ايه. صارم؟ شديد يعني؟
بريزنينج يعني بأسباب يعني ما ب مو بس شيء. تحس عزيز أمك وأبوك فخورين فيك؟ إن شاء الله. أنت شو تحس؟ لأن يشوفون حب الناس ويعرفون أن يعني ما نبغى غلطان بحاجة إذا الناس لهالدرجة تحترمني وتقدر. فيا موقف يعني بالبداية كان شوي أبوي إيش اللي قاعد تسوي هذا باليوتيوب وكذا كذا، بس موقف صار أنا وقتها كنت ناقل دبي، فيوم من الأيام كان الفجرية أبوي قاعد يقول القصة، مجموعة أطفال يطقون باب البيت. أبوي يوميا يمشي للمسجد، فطقوا باب البيت يبون يروحون مع أبوي المسجد ماشي عشان يقولون إحنا رحنا مع أبو دايلر. فخلاص هنا يعني نقطة سعادة وانتهى الحمد لله. الحمد لله. أختك اللي أكبر عنك شو اسمها؟ نجلة. هي أظن كنت قريب منها يوم صغير. هي في كلمة نجلة. نجلة؟ كلمة محفزة؟ محفزة. Yeah. تشجعك؟ دايم. حلو. دايم. يعني دائما تشجعني لكل شيء أسويه. خطيبتك الناس يعرفون اسمها ولا لا؟ اسمها؟ شمة. شمة. زي شمة في كلمة عادي يكون رومانسي شوي يا أخي، خلنا نتعود نحن كعرب نكون شوي رومانسيين. حستوني صغير على الرومانسية. لا كنش من صغير، المفروض نحن كنا نعبر بحبنا لكل حد نحبه. لو صدق صدق تفكر في شمة كإنسانة مو بس كخطيبتك، لا إنسانة، أنت تعرفت على إنسانة هي في كلمة شو؟ أنا. هي أنت؟ لا والله؟ فتشوف نفسك فيها؟ كيمستري جدا عالي. عجيب. إيه. Yeah. موتيفيتنج دايم. إذا كنت جالس كذا تقولي شال جلسة يلا روح سو روح سو. من النوع الناس اللي أقدر أخذه معي وين ما أروح. سواء اجتماع ولا مقابلة ولا. دايم معي. رفيق الدرب. رفيق الدرب. الله يسعدكم يا رب. يا رب. آمين. إنزين يا أخوي. ندمان على شيء؟ ولا شيء؟ إذا كنت ندمان يعني ليش أندم على حاجة وأنا عارف إن أكيد من وراها خير؟ فعلاً وراها خير. فأقول لك الحين وصلت مرحلة في حياتي جدا سعيد مرتاح، فيا ما في ندم. سؤال افتراضي ما أعرف لو سمعته قبل، لو نأخذ قلب عزيز على المر فيه مرت أنت في وايد أشياء ونحطه قدامك شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ شو يقول لك أنت؟ خلاص. ليش؟ لا لا ما بيقول شيء. لا ليش خلاص تعب؟ واجه أشياء كثير بس حاليا يعني ما بيقول لك خلاص بس الحمد لله. تعرف أنا بقول لك نقطة في غنيتك اللي سمعتها مع الماما وايد كنت تقول كلمة تعبان، أنا تعبان وتعبان وهل دايلر تعبان؟ هل وقتها تعبان؟ وأنا أكتب الأغنية كنت تعبان. والحين؟ لا. وقلبك تعبان؟ الحين؟ لا. اوكي. اخر سؤالين. دايلر في كلمة. دايلر في كلمة؟ مكافح. وعبد العزيز في كلمة. عبد العزيز؟ صبور. صبور. شكرا. يعطيك العافية. كيف كان؟ صراحة كد ها كد حسيت مرتاح ولا حسيت ما تبغى تتكلم؟ بالعكس جدا مرتاح. ايه اوكي. لا اتمنى يعني كان جلسة خفيفة عليك. شكلك تعرف عزيز شكلك
صراحة كأخ كأخوك يعني، وأنا أخوك الحين صرت بالفطرة ما أعرفك ولا تعرفني، بس والله قبل ما يجي المقابلة كنت أقول هذا بيكون مثل أخوي الصغير، بس شيء في بالي يعني. وفي ناس تقرأ عنهم شوي تشوف شوي، أحس يمكن عندي حس معين أنه أوكي أخوي صغير. مثلا في ناس مثلا أفكر عموري أخوي صغير، ما أشوف عموري عادي سنة، بس لو احتاجني أعرف أنه بكون موجود. فأتمنى تشوفني بهالطريقة، لا أبغى شيء منك ولا بستفيد منك ولا أحتاج استفيد منك، بس أحس أن احنا وصلنا بعد مرحلة عزيز أنت روحك مدرك هالشيء، ما يس نحترم ونقدر الناس كناس. يعني شو قصدي؟ هل أنت إنسان زين؟ هل أنا أقدر أخدم هالإنسان الزين بس عشان هو زين، مو عشان هو معروف ولا كذا؟ فأحس من يس ننسى هالأشياء، نقيم الناس who's good and who's not. منو داخل نظيف، منو يبالي الخير. وحتى أنت يوم قلت لي الصفة قلت لي الولاء، وقلت لي لو إيجابي ولا سلبي، عشان يمكن تعقدت من كذا واحد صح. ما تعرف هذه مصلحة صح. ولا شو. فبغيت أوصل لك هالشيء، يعني أدري حياتك فيها ولا كان فيها تلوث وناس سامة، بس تعرف الدنيا بخير والله فيها ناس زينين. أنا ما عندي يمكن ربع إلا أقل عن هاليد، بس هاللي أقل عن هاليد من النعم اللي ما بتحصلها، يعني أنا وايد محظوظ إن عندي. فاللي أبغى أقول لك إنه في ناس زين، وأنت تعرف هالشيء روحك الحين. اتصل لي أي وقت تحتاج شيء. Done.